إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر آخر من شارع محمد السادس من محطة الباصوي أو المحطة الخاصة بالباصوي. الصورة أمامكم لا تعليق، أمامكم سيارة ديال الخطافة اللي غادا تمر الآن يعني من الممر هذا الخاص، يعني ماشي ممر ديال السيارات ولا الطاكسيات ولا هذا، ممر خاص نسطرو على ممر خاص بالباصوي ولا كيتستعمل هنا بشارع محمد السادس من طرف الكراول العربات المجرورة وكذلك درجة النارية اللي كيمروا بين بواحد الشكل خطير جدا بسرعة، وكذلك حتى الخطافة كيف بات لكم دابا واحد السيارة. قبل ما نبدا هذا المباشر فكانوا الكراول عربات مجرورة داكشي ديال البادية الكرويلة الكروسة، يعني كي مستعملين ومحتكرين ومحسلين هاد الطريق بشكل كلي بدون احترام القانون. كيفاش غادي نديرو من هنا القدام اللي غادي يتم استخدام الباصوي بشكل رسمي في مدينة الدار البيضاء؟ كيف قلت من قبل بأن من خلال الجولات ديالنا فكنشاهدوا أمور كتجيب الضحكة. تخيلوا بأن الشيفور ديال الباصوي كيوقف وكيكلاكسوني على الطاكسي ولا على الخطاف كيقول لي عافاك خليني ندوز. فتخيلوا معايا بأن الدولة اللي قررت أنها ديال الباصوي في مدينة الدار البيضاء من أجل تخفيف العبء على الحافلات ديال الناقل وعلى الطاكسيات، ولأن هناك ضعف يعني في شبكات التواصل في مدينة الدار البيضاء وكيلقاو مشكل مع الخطافة. كيف كتبان لكم ثاني هاد السيارة غدا بسرعة كبيرة، المطر دايرين حالة. قلنا بأن الدول كذلك تتقدم بالمواطنين ديالها، الشعوب تتقدم بالمواطنين ديالها من خلال الثقافة ديالهم، من خلال الوعي ديالهم، من خلال بزاف الأشياء. احنا كنا ربما نقدروا نرجعوا الأمور أو نحملوا المسؤولية لجودة التعليم اللي ما كايناش، التربية ما كايناش، احترام الآخرين ما كاينش، العقلية ديال بعض المواطنين المغاربه اللي عندهم كلشي بحال ما كاينش مشكل يمشي انتيغدي، المهم هو خاصو يوصل وخيعرض المواطنين للخطر، ما عندوش اشكال. شوفوا السياره اخرى ثاني ديال الخطافه، الصوره امامكم هذه من شارع محمد السادس بالقرب من شارع الجار بالقرب من سباته. ف انا كنتخيل كيفاش غادي يفكوا هذا الاشكال من بعد ملي غادي يتم استخدام الباصوي بشكل رسمي، لان الباصوي شنو الهدف ديالو؟ هو واحد المسار، واحد الطريق خاصه به كيوقف فقط يعني غير في المحطات ديالو، في كاين المواطنين اللي غادي يتسناو الباصوي يجي باش ينقلو من المكان العمل ديالهم ولا فين غاديين. تخيلوا انه غادي يبقى غادي وكيوقف وقدام المحطه وغادي يدوزوا الطاكسيات وغادي يدوزوا الخطافه وغادي يدوزوا المطر، كيفاش غادي تكون هاد الامور؟ راه كنشاهدوا حتى في التراموي السكه ديالو بعض المرات كيستعملوها او اغلبيه كيستعملوها درجه الناريه، ولا اصحاب تريبورتورات من غير الا كانت شي اكسيدون ولا شي بلوكاج بعض السيارات ولا الطاكسيات كذلك يعني كيقوموا بهذيك السلسه الخفيفه، ولكن هذا الشيء راه كيعاقب عليه القانون، كيعرض المواطن للخطر. الصوره امامكم طفى خدير راحته، مشكل في الوعي، مشكل ديال الانانيه، مشكل ديال عدم احترام المواطنين، عدم احترام القانون، راه مشكل كبير، مشكل كبير. هاد التجربه كنتمنوا انها تنجح في المغرب وتعمم على باقي المدن المغربيه، لان الباصوي حاجه زوينه يعني كتنقص الوقت بزاف على مستعملي وسائل النقل العموميه. الباصوي يستعمل بشكل كبير، يعني كنا في واحد الزياره لاسطنبول ملي كانت يعني لتركيا ملي كان الزلزال كنا درنا واحد التغطيه تما ومشينا لاسطنبول واستعملنا الباصوي، غير هو الباصوي اللي عندهم تما صراحه
سرع من الطوموبيل، سرع من الطاكسي، اللي عنده الطريق ديالو بحالو بحال التران، كيمشي واحد السرعه محدده ولكن كيمشي بسرعه كبيره. اسطنبول ربما الكبار ديالها كيعادل جوج المرات مدينه الدار البيضاء. فاللي عاملين هو ان دايرين واحد السياج على اليمين وعلى اليسار، وحتى المواطنين كيحترموا القانون، يعني كيحترموا نفسهم. ميمكنش واحد غادي ينقز السكه ديال الباسواي باش يقطع صافي. السكه ديال الباسواي راه ديال الباسواي، دايرين السياج على اليمين وعلى اليسار، والطريق راه مخصص للباسواي، لان لا طلع شي واحد تما ولا ضربوا الباسواي ولا شي اكسيدون، ما عندك ما غتصور، لان هذه الطريق خاصه بالباسواي. وكاين في المغرب ولا في مدينه الدار البيضاء مشكل كبير، مشكل في العقليه، مشكل في الوعي، مازال الجهل ومازال الاميه بشكل كبير. انا كنتمنى مثلا هذا السياج اللي كيبان لكم على اليسار يدار كذلك على اليمين، اللي تكون طريق محكومه. انا كنتكلم على هذا السياج، هذا اللي على اليسار بغيتو يكون على اليمين ويكون على طول سكه الباسواي باش يكونوا محاصرين، ما عندوش كيفاش يخرج. على الاقل حتى كانوا رجال الامر غادي يتسناو القدام ملي غادي يوصل عندهم، تما راه ما عندوش فين غادي يهرب. ولكن هنا ما عرفتش، كتشوف شي حوايج كتقول كيفاش الخطافه، علاش ما كيستعملوش الطريق الاخرى؟ لان الطريق الاخرى هي ديال على اليمين، هذه هي ديال الطوموبيلات، هذه هي ديال السيركيلاسيون، هذه لا. واحد هذا ماشي خطاف، هذا بطوموبيلته مركب مع وحده راه غادي وسط الطريق. المهم هذا ما كان مشاهدي قناه شوف تيفي، انا فقط بغيت نفتح هذا القوس، لان مشكل ملي كتجي تناقش ولا تجي تفهم غتلقى مشكل في بزاف الامور، من التعليم، من التربيه، من الانانيه، من الجهل والاميه، بزاف الحوايج، ومنها كذلك حتى القانون ما مطبقش كيف خاصو يكون. فهنا خاصو يكون البوليس لتحت والفوق، ولا على الاقل يكون لتحت، اللي هبط توقفو تعمر ليه مخالفة والفوريان، لأن هاد الطريق خاصة بالباسواي ماشي ديال مستعملي الدراجات النارية ولا السيارات ولا الطاكسيات ولا الخطافة ولا انتوما. هي الصورة قدامكم من قبيلة، وحنا في هاد مباشر باش تاخذوا واحد النظرة، رجال الأمر عارفين شنو كاين. في انتظار استخدام الباسواي بشكل رسمي طال الانتظار، كانت واحد المغالطات، كانوا اغلبيه البيضاويين كانوا كيظنوا بان الباسواي غادي يكون بالاسلاك الكهربائيه، ولكن لا، هو بحاله بحال الطوبيس، غير الفرق اللي كاين ان الطوبيس او حافله النقل كتمشى في الازقه والشوارع ديال مدينه الدار البيضاء مع السيارات ومع الطاكسيات ومع كل شيء. اما الباسواي راه الواي، كنتكلموا الباس واي، الطريق خاصه بالبيوس، الطريق خاصه به، ممنوع شي واحد يمشي معاه في ديك الطريق. باش كتوصل في واحد الوقت وجيز لمقر العمل ديالك ولا السكن ديالك دايرين ليه واحد الطريق خاصه، ولكن دابا ولا داكشي ميلونج. غادي نوصل لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.